بالتأكيد طبعا هو هناك تحركات للسيد ميتشتاكيس في أكثر من مجال، ومنها زيارته الأخيرة لفرنسا التي تعاقد فيها على مجموعة من الأسلحة، وأصدر أيضا نفس التحذير لتركيا. يعني هو الرجل يؤكد مرارا أن بلاده مستعدة لمواجهة أي تهديد للسيادة اليونانية من جانب تركيا، ولكنه بالتأكيد لا يريد الدخول في صراع. هو يعلم أنه تركيا طبعا بصراعها العسكرية الطويلة وبقواتها العسكرية يمكن أن تكون حرب يعني قاسية على اليونان كما ستكون قاسية على تركيا. لذلك هو يريد أن يلفت نظر المجتمع الدولي إلى التهديدات التركية من خلال تلك الكلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى يكون المجتمع الدولي شاهدا على الممارسات التركية، وأن اليونان يحذر كثيرا بأنه لا يريد فقط إلا أن تعترف تركيا بالسيادة اليونانية على أراضيها، وألا توجه تهديدات على قبيل أنها سوف تأتي بالليل إلى اليونان وتحتل، ومثل هذه التي طقت على لسان المسؤولين الأتراك. طيب سيد محمود، موقف المجتمع الدولي مؤيد لليونان تجاه تهديدات النظام التركي، لماذا لا توجد ردود فعل قوية تجاه تصرفات أنقرة برأيك؟ يعني هو المشكلة أن المجتمع الدولي وخاصة الغرب وأمريكا، أوروبا وأمريكا، في النهاية تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ولها أدوار وظيفية تقوم بها، ويعني لا يمكن أبدا أن تكون هناك قضاء قوية عليها إلا إذا أقدمت على خطوة حمقاء، ويعني أقدمت على عمل عسكري يعني قاسي ضد اليونان، قد يكون هناك موقف للمجتمع الدولي. أما إذا كان هناك أخذ ورز في التصريحات، المجتمع الدولي يقف متفرجا طالما أن الأمور لم تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة في تلك المنطقة. باعتقادك هل ستبقى الأمور بين اليونان والنظام التركي بحدود التصريحات والتحذيرات، أم من الممكن أن تتطور الأمور إلى صدام عسكري بينهما؟ يعني هو العالم ليس في رفاهية أن يحتمل أزمة أخرى يعني تكون عبء على الوضع السياسي والاقتصادي العالمي وتثير الفوضى في شرق المتوسط. لذلك لا أتصور أنه مهما بلغت التهديدات التركية أنها سوف تقدم على عمل من قبيل توجيه ضربات عسكرية اليونان أو احتلال إحدى الجزر التي تدعي دائما ملكيتها لها، وأن اليونان احتلتها وليست جزر يونانية. لذلك أتصور أنه لا يمكن أبدا أن يسكت العالم على نشوء أزمة عسكرية أخرى، وخاصة في المحيط الأوروبي. الأزمة الأوكرانية الروسية يعني أطاحت باقتصادات دول كثيرة، وتهدد أمن العالم، وتهدد غذاء العالم، وتهدد طاقة العالم. ولذلك ليس هناك رفاهية لأن يكون أزمة عسكرية كبرى أخرى، خاصة في تلك المنطقة المهمة من العالم بالنسبة للغرب وبالنسبة لأمريكا. نعم، وضحت الفكرة. شكرا لك السيد محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة الشرق الأوسط وخبير في الشؤون الإقليمية، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك على هذه المداخلة.